وأضر ما يكون على المؤمن التسويف. سوف إذا جاء الصباح في المساء إن شاء الله سأحفظ، سأقرأ القرآن، سأقرأ جزءا من القرآن، لكن في الصباح في المساء أنا الآن متعب. إذا جاء المساء الله الصباح أفضل، الصباح. وهذه خطوة من خطوات الشيطان، إذا رأى الرجل أو المرأة في صلاح قاده بسوف، ما هو أترك، يعرف أنه لو قال له أترك ما يترك، لكن يقول له الظهر أنت متفرق تستطيع أن تقرأ، يأخرها إلى الظهر. إذا جاء الظهر قال حر وانت منزعج والقرآن يحتاج راحة بال، خليك إلى المساء. إذا جاء إلى المساء قال له كذا وكذا، أضر ما يكون على الإنسان سوف. إذن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإنك قد لا تدركه، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فإنك قد لا تدركه، وأنت كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.